خلينا نروح مع حضراتكم للمقال اللي كتبه الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم في مقاله الصادر غدا في صفحات الجريدة العريقة بعنوان قوة الحكمة في إقليم فقد عقله. خلينا نشوف مع حضراتكم قراءة في الإدارة المصرية والإدارة الحكيمة، حكمة القوة زي ما أسماها لإدارة هذا المشهد السياسي المعقد. هو معانا دلوقتي على التليفون الكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير أخبار اليوم. أهلا بحضرتك ومساء الخير على حضرتك. مساء الخير أستاذ، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينا الأولى. أهلا بحضرتك. وما بين حرب لإبادة جماعية يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وبين متاجر قديم بالقضية الفلسطينية، هل ما حذرت منه الدولة المصرية من اتساع دائرة الصراع تحول من مخاوف إلى حقيقة؟ يعني بالتأكيد احنا قدام مشهد مضطرب، والدولة المصرية بتاريخها وبقوتها المعروفة في الإقليم قدام مشهد مضطرب. احنا قدام ضربات قادمة من إسرائيل، رد قادم من إيران، تأثيرات كبيرة على المنطقة، استدعاء للقوى العظمى، مشهد بيؤكد ان احنا بالفعل قدام اقليم فقد عقله. النهارده هذه المواجهات بتقود الاقليم لمشاهد صعبه جدا. اللي بيحصل في غزه بقاله فتره من الوقت، اكثر من 6 شهور دلوقتي، بيقع شهداء ومصابين، القضيه الفلسطينيه بتبتعد، وجود السلام يعني بتخفت. ابنة التي دعت اليها مصر منذ اليوم الاول، الاطراف بتحاول انها يعني تتآمر عليها. كل هذا المشهد العبثي مطلوب من الدولة المصرية انها تدير الامور بحكمة، تدير الامور في الاقليم، لانه الانسان اللي بيعيش النهارده في الشرق الاوسط مهدد. وللاسف الشديد تأثيرات بيحصل ده السلبية على الاقتصاد بدأت تبان، وبالاساس احنا عندنا تحديات اقتصادية صعبة جدا، وده بيأثر على المواطنين وبيأثر بالاساس كمان على فكرة حقوق الانسان. الدول الغربية بانحيازاتها لإسرائيل بتعرض فكرة الدولة الفلسطينية للخطر. ومصر قالت انه، وعلى لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي اكثر من مرة، انه لا يوجد حل هادئة في هذه المنطقة الا بدولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية. ودي مسألة استاذ محمود، استاذن حضرتك، في ظل هذه التطورات الحالية، هل وصلت الرسالة المصرية الى العالم وقرأها بوضوح رسالة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه لا حل لما يحدث الا بحل القضية الفلسطينية؟ بالتأكيد الرسالة وصلت للعالم، وعشان كده العالم النهارده بيحاول التعاون مع الدولة المصرية، انه هي الصوت العاقل في هذا الإقليم. هي اللي قادرة ان هي تبقى عندها بعلاقات مميزة بكل الأطراف، تقدر تمارس الضغوط اللي ممكن الممكنة عشان توقف هذا النزيف. ولأنه بالأساس أستاذ محمود حضرتك معانا؟ قيام مع حضرتك، حضرتك سامعاني؟ اتفضل كده، سامع حضرتك. بقول لحضرتك انه لو في حاله عدم قيام الدوله الفلسطينيه، فاحنا في دائره مفرغه من الـ من الـ من التدهور، وفي دائره مفرغه من الارهاب. استاذ محمود يبدو في مشكله الأزمات في الصوت للمنطقه. ده كله هنفضل في هذه الدائره طول ما الدوله الفلسطينيه مش موجوده. الدوله المصريه بتحاول تفهم ده لكل الاطراف الدوليه، وجود الدولة الفلسطينية هيحل كتير من المشاكل، لأنه الحل العسكري اللي بتقوم به إسرائيل دلوقتي قد فشل ولن يجدي شيئا. أنه ما تمارسه قوات الاحتلال من جرائم حرب أيضا لن تجدي شيئا، سوى أنها تزيد النار وتزيد الاحتقان لدى الشعب الفلسطيني، ونلاقي نفسنا في نفس هذه الدائرة. إذا هدأت اليوم ستشتعل غدا. ودي مسألة حذرت منها الدولة المصرية، وأكدت أنه الحل لن يعبر إلا بإقامة الدولة الفلسطينية. أستاذ محمود، ماذا حققت إسرائيل من مكاسب عقب الرد الإيراني؟ وأنا هنا تحديدا بتكلم عن المواقف الدولية الداعمة لإسرائيل، هل لقيت هذا حجة لدعم إسرائيل أكثر دوليا؟ خليني أقول لحضرتك أنه للأسف الشديد الرد الإيراني أعطى للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قبة الحياة. هذه الحكومة كانت محاصرة، هذه الحكومة كانت بتتعرض لضغوط دولية شديدة. هذه الحكومة كانت بيتم المطالبة بعدم تصدير الأسلحة ليها، وكانت في موقف صعب جدا. عقب الرد الإيراني وعقب الهجمات الإيرانية تحول الموقف الدولي، أصبحت أمريكا بتتدخل، بريطانيا بتتدخل، بيحاولوا يقدموا الحماية.
الاتفاقات السلاح بيتم الان النظر في ارسالها الى اسرائيل، انه كل العالم النهارده اصبح مطالب بالدفاع عن اسرائيل، وتمارس اسرائيل دور الضحيه الان بشكل يعني رجعنا تاني للمربع رقم واحد، يعني رجعنا تاني لما قبل الهجوم على غزه والى ما قبل اشتعال المنطقه. فالرد الايراني بالحقيقه يعني كان مسرحي وهزلي جدا، ولكن في الحقيقه قدم للطرف الاسرائيلي اللي كان بيدور عليه. حتى الردود اللي جايه من اسرائيل النهارده، اسرائيل بتقول ان هي بتمارس الدفاع عن النفس، وانه انها ترد لانه هي من حقها الان بعد القصف الايراني انها ترد. وهذا التراشق المتبادل الان الجميع فيه خاسر. لا اقدر اقول ان الطرف ده كسب ولا اقدر اقول ان الطرف ده خسر، ولكن الجميع في الاقليم اصبح خاسر، لانه تبعات اللي هم بيعملوه ده وتبعات الازمه التي بيختلقوها الان في المنطقه يعني بتخلينا قدام ازمات متتاليه قادمه، يعني الجميع يدفع ثمنها والجميع خسر فيه. وبرايك كيف يتم وقف هذا؟ يعني مساله يعني اتساع دائره العنف اكثر واكثر، والخسائر المستمره والحرب الصفريه على كل الاطراف في المنطقه، ماذا يمكن ان يحدث الان لوقف هذا؟ أنا في تقديري، وهنا بتفق مع رؤية القيادة المصرية في الحقيقة، وبأكد على الرسالة اللي النهاردة يعني أكدت عليها القيادة المصرية والدبلوماسية المصرية، إنه الحل إن كل الأطراف الدولية تمارس الضغوط على الأطراف المتحاربة لوقف الرشقات المضادة والتهدئة، والنظر في التوتر الكبير اللي حصل في المنطقة، إن يتم وقف هذا الآن، يتم وقف الهجوم على قطاع غزة، قوات الاحتلال تنسحب إلى ما كانت عليه، وتبدأ عملية إعادة الإعمار، وتبدأ عملية المفاوضات السياسية، وده أتصور إن هو لن يمر إلا بالقاهرة، لأن حضور القاهرة. هل يمكن العودة الآن لمقررات مؤتمر السلام بالقاهرة في ظل هذه التطورات؟ أنا بعتقد أنه كان مبشر جدا، وكان من البداية لو كانت الأطراف الدولية استمعت للصوت المصري واستمعت لما انتهت إليه قمة القاهرة للسلام، كنا تجنبنا كل هذه الخسائر وتجنبنا هذا الخطر الذي يعني سيتأثر به الجميع. القوى العظمى ستدفع الثمن، الدول الإقليمية الكبرى ستدفع الثمن، الجميع الآن يدفع الثمن، لأنه اشتعال المنطقة في هذه الظروف سيكون ليه تبعات خطرة جدا على الجميع. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير أخبار اليوم، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.